شهيد محمد عاطف عبد المنعم، وهتشوفوا ازاي دي في كفر الشيخ تحولت الى مظاهرات غضب ضد القتلة والسفاحين ضد جماعة الإخوان الإرهابية. مآتم وجنازات يتبع بعضها بعضا لتوديع من رحلوا في حادث تفجير العريش من الشرطة أو الجيش. ادعينا معلم ان انا نالي الشهادة، مشى ثلاث ايام ونالي الشهادة. الشهيد محمد عاطف من محافظة كفر الشيخ، واحد من الذين فازوا بالشهادة في الحادث الاخير. حسب الله ونعم الوكيل على اللي حصل ده. لما سمعنا الخبر ده يعني ما كناش قادرين والله، يعني مش مصدقين اللي حصل ده. يعني اللي حصل ده ما حدش يتوقعه جدا، ولا حد يتوقع ان في مسلم يعمل في مسلم اخوك بالشكل ده. دول ملوش دعوه، دول خير جنود الارض، انت مالك ومالهم؟ وبعدين دي يعتبر بدر، لان مضروبين بصواريخ، مش حتى بينك وبين، لو انا عارف لو انت في واجهه ما بينك وبينهم في وشك وشهم مش هتخاف حتى تبص في عينيهم، لان انت اكبر من كده. الجندي بعشر، فعشان نرد عليهم انا لو طلبوني ان انا اخدم في الجيش تاني هخدم في الجيش وبكل قوه، واروح في اي حته هم عايزين، ولو عندي عيال هودهم يحاربوا الارهاب برضه. عندنا في العيله دول شباب بنضرب بيهم المثل ان هم ناس مؤدبين، يعني ما عندهمش انحرافات الشباب، ما عندهمش، وهو من نفسه هو اللي بادر حتى ان قال انا عايز الحق اخلص الخدمه العسكريه بتاعتي عشان خاطر الحق اشوف حياتي واشوف مستقبلي. يعني هو من نفسه اللي بادر وبسرعه، هو اللي كان بيجري عشان يلحق يخلص الموضوع تقريبا من 5 شهور. وانا بس بناشد السيد المحافظ بنستسمح حضرته ان الشارع يكون باسم الشهيد، خاصة ان الشارع ما فيش اسم له، فبنجده بكده. نزل سلطة على النت قال احتمال بكرة بشاهي، فعلا بشاهي. الجيش والشرطة شدوا شوية، حرام عليهم، مش أول حادث يحصل، مش أول حادث يحصل، رابع خامس حادث يحصل، ومهددين وقايلين قبل كده هيضربوا الكتيبة دي، مستهدفة 3-4 مرات، وبرضه ما خدوش أي إمكانيات إن هم يمنعوا الاستهداف دي، حرام عليهم. دول مش عيالهم زي عيالنا، عيالهم حرام عليهم، لو عيالهم هيسيبهم كده ربنا ينتقم منهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. هي الحرب ضد الإرهاب الأسود، ولا بد أن ندفع ثمنها حتى يسقط الإرهاب وتبقى مصر. اللي بيحاربوا ربنا في امن مصر دول كلاب النار، اللي بيحاربوا مش ربنا قالوا ادخلوا مصر امنين، دول بيحاربوا ربنا في امن مصر ومش هيفلحوا، وربنا مش هيصلح عمل المفسدين ابدا. الفجر الكفره الشعب كريم، لسه في صدري مكان الرصاصه، لسه في صدري مكان الرصاصه. اسمع صوت الكفراويه، اسمع صوت الكفراويه. نشوف المظاهرات الغاضبة بقى ضد جماعة الإخوان الإرهابية في جنازة الشهيد. الشعب يريد أيام الإخوان،
شايف ده اللي قلناه امبارح وبنقوله كل يوم، انه هي دي ميزة الشعب المصري، يزداد توحدا تماسكا صلابة صمودا بعد العمليات الإرهابية، وتتحول صيحات الغضب كلها باتجاه القتلة والسفاحين، وبالتالي هنا كل يوم بتزيد العداءات بين جماعة الإخوان الإرهابية والشعب المصري. مشكلتهم أصبحت مع الشعب المصري في كل بيت، في كل حي، في كل شارع، في كل محافظة، وبالتالي كيف يمكن أن يحكموا شعبا بيقتلوه بهذا الشكل. تعالوا نشوف كمان الست دي بقى وهي توجه رسالة للرئيس السيسي وتطالبه باستخدام القبضة الحديدية. وأنا قلت لكم منذ قليل أنه الرئيس السيسي قال نعم سنثأر لشهدائنا بس بشرط لن نظلم أحدا. وعندي ابن عنده 20 سنة هيدخل الجيش، ولو عنده 10 عيال هدخلهم الجيش. بس سؤال للسيسي، انت سايب مرس الغد دلوقتي ليه؟ راس الافاعي دي ما بتموتش، لا تاخدش اعدام. في ناس محبوسة عشان مضى وصله امانة، جاب تلاجة البنت جوزها بيه، ده ما يطلعش له. والاخوان معروفين بالاسم، ما يحطهمش مكانهم ليه؟ الحكومة عارفاهم، ما بيتلموش ليه الاخوان ويدخلهم السجون؟ يطلعوا واحد غلبان، واحد غلبان مضى على نفسه واصل، ما يطلع من السجن ويحط مكانه واحد اخوان. مرسي بياكل ويشرب، هو البلد، هو اللي خرفان بياكل ويشرب ويخطط لاكل عيالنا، بياكل ويشرب ويخطط لاكل عيالنا. انا بطالب الرئيس السيسي، انا من كنت من ضمن حملته بطالب. انا لا بص، مش عايزه حاجه، احنا دلوقتي عايزين دول يتلموا في السجون. مرسي لغايه دلوقتي ما تعلمش ليه، احنا لا يهمنا تركيا ولا قطر. منقول قوي تركيا على قطر، على كل دوله واقفه ضد مصر. احنا لا بيهمنا اي حد، لا امريكا ولا تركيا ولا احنا الفراعنه، ما حدش بيقدرنا. احنا الفراعنه، ما حدش بيقدرنا. وحماس، حماس طول ما احنا فاتحين بلدنا للفلسطينيين هيحصل اكتر من كده.